بين أزقة المدينة القديمة، سيجذبك صوت مطارق الحدادين من داخل هذا المحل. أعمدة دخان تغطي هاته اللافتة التي تروي قصة صراع بين الحديد والنار امتدت ل78 عاما. هذه المهنة تاع جدي الله يرحمه، حديد تقليدي، عنده 100 سنة الله يرحمه، هو يخدم فيها، نخدموا فيها العواد، نخدموا فيها الصوايع تاع العواد، نخدموا فيها شبابن، زوج تاع الفلاحة، كروشيات، المهم زوج تاع تقليدي كنخدموه. مشارية من وقت جدي كانوا يجوا، كانوا صغار كانوا يجوا مع بوياتهم وعمومهم وأصحابهم، دوكا ولادهم راهم يجوا يخدموا معانا. الخدمة تاع بكري مازالوا شادينها دوكا. في ذاك الوقت كان عمي أحمد هو من مواليد 1923، عمي أحمد المدعو الحمولي، هبط للجزائر تعلم الحرفة هذه في سنة 1949، التحق بالجماعة هنايا وفتح المحل. احنا ما نستعملوش لاميل وما نستعملوش لا، احنا عندنا لافينيسيون تاعنا بالمرطو والمعول، دخل في النار اجبد الاخذ والرد، واحد يضرب الاخر يرد، الاخذ والرد. فريد اخر الحرفيين الذي تتمذ على يد صاحب هذا المحل منذ 3 عقود، سنين لم تكن سهلة لولا الصبر والجلد وقلب كبير يذيب أقسى المعادن في الأرض. المهنة هذه تحتاج يعني أولا أصحاب القلوب الكبيرة، أصحاب الإرادة، اللي عنده قلب صحيح يخدمها، واللي ما عندوش قلب ما عندوش الإرادة ما يقدرلهاش. يعني احنا بنعلموا مورانا، أنا دوك أنا آخر، أنا والتالي في من الناس اللي تعلمت عند عمي أحمد، أنا هو التاني وراني نعلم فيها لولاد ولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سقساوه قالوا له ما هي أشرف المهن يا رسول الله، قال له وما من مهنة داود، هذه مهنة داود عليه السلام. هي من أشد وأصعب المهن عبر التاريخ، لكن وبكل حب وشغف استطاع هؤلاء أن يستعبدوا أشد المعادن قسوة في العالم.